وللمزيد حول تصاعد الأزمة السياسية في السودان ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد أحمد ضوينة. أهلا بك معنا دكتور محمد. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور محمد. مظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة للحكومة في عدد من المدن السودانية كما تعلم، بداية كيف تقرأ الصراع بين العسكر وقوى الثورة، وهل دخلنا في منعطف عض الأصابع أم ماذا دكتور؟ نقرأ اليوم في الدولة السودانية انقساما شعبيا كبيرا جدا وتحول كبير في فترة الانتقال يؤدي إلى العصف بالفترة الانتقالية تماما، إن لم يكن هنالك عودة للرشد والوعي للقوى الحاكمة والقوى السياسية كلها. يجب عليها أن تعي هذا الدرس القوي الذي قدمه الشعب السوداني الآن، وأن تتفهم أن المرحلة الانتقالية مرحلة حرجة تحتاج إلى بصيرة ووعي وفهم، وتحتاج إلى إدراك لمستقبل السودان. الآن مستقبل السودان في خطر كبير جدا، رأينا انقسام كبير جدا وخطير، ويعني يؤدي ربما إلى كثير من الصراعات والتنازعات داخل القوى السياسية وخارجها. هذا الأمر الذي جعل البلد الآن في هشاشة أمنية، في هشاشة سياسية، تدهور اقتصادي مريع، هنالك تناطح بين كل المكونات داخل قوى الحرية التغيير، وهي أس المشكلة. يعني الصراع كله الآن في الحاضنة السياسية التي ترعى الفترة الانتقالية تواجه مشكلتين أساسيتين. المشكلة الأولى هو انقسام داخل قوى الحرية نفسها، انشطرت في أكثر من مراحل، خرجت منها بعض القوى السياسية، الآن خرج منها أكبر مكون داخل قوى الحرية والتغيير واعتصم في ميدان القصر الجمهوري. أيضا هنالك قوى الآن خرجت بموانئ مناوئة لها ومؤيدة للنظام الحالي، وتلك كانت تعارض النظام الحالي. هذا انقسام يؤدي إلى هلاك الدولة السودانية وإلى ذهاب الرؤية. نحن نتوقع أن يكون هنالك موقف وسط أو يتدخل طرف ثالث في هذا الأمر ويحسم هذا القضية، لأن الآن كل طرف متمترس ومتمسك بمطالبه. طيب دكتور، من يتحمل مسؤولية ما يجري اليوم من انقسام في السودان؟ تتحمله قادة الدولة، العسكريين والمدنيين. هنالك رئيس الوزراء ما زال يتفرج في هذا الأمر ولا يتدخل ولا يحل هذه المشكلة، رغم أن الشعب يطالبه في مرات كثيرة جدا بحسم هذا الصراع، على الأقل توحيد قوى الحرية والتغيير، توحيد الحاضنة، ومراعاة توسيع القاعدة السياسية وإشراك القوى السياسية كلها التي كانت جزء من هذه الثورة السودانية، وتحقيق رضا شعب نسبي على الأقل حتى يرضى عنه الشعب، لأن هذه مشكلة كبيرة جدا. الآن الشعب السوداني كله غير راضي عن أداء الحكومة الانتقالية وأداء عبد الله حمدوك. المسؤول الثاني هو رئيس المجلس السيادي والقائد العام للقوات الشعب المسلحة، هو أيضا مسؤولية مباشرة عن هذا الذي يحدث، لأن أي انقسام داخل القوى المدنية وأي تجاوز للوثيقة الدستورية وتجاوز الفترة الانتقالية يحتاج إلى تدخل عاجل من مجلس السيادة بحكم أنه مجلس تشريفي يشرف على الوضع الانتقالي القائم، وبالتالي أيضا يتفرج. هذا التفرج من أكبر قيادات الدولة، هذا يزيد الأزمة ويعقد الأمور أكثر، لأن كنا نتوقع قبل خروج 21 موكب 21 أكتوبر أن تتدخل هذه القيادات وتعلن حل الحكومة وتعديل تكوين حكومة كفاءات مستقلة ليس لها صراعات داخلية تؤدي إلى الدولة في حالة استقرار وانتخابات، ولكن لم يفعلوا. الآن ظهر الانقسام الحقيقي. طيب ما هي الظروف، يعني ما هي الأمور والظروف التي منعتهم من هذا الإعلان الذي لربما يحلحل الأوضاع في السودان؟ مع الأسف ظروف داخلية وخارجية. دائما الحكام حكامنا ينظرون إلى الجانب الدولي، ينظرون إلى إرضاء المكونات الخارجية، هذا أمر خطير جدا، يجب أن يكون الرؤية كلها للشعب. الآن بعد أن يئسوا من أي حل خارجي عادوا إلى الشعب، ولكن عودة ليست جيدة، عودة تؤدي إلى حرب أهلية، تؤدي إلى تنافس، اختلاف الشعارات، اختلاف المطالب، اختلاف الرؤى. هنالك أيضا مانع آخر يمنعهم، وهو أن الوثيقة الدستورية قيدت الفترة الانتقالية قيود معقدة جدا، قيدت أن تكون الحاضنة السياسية هي التي تتخذ القرار، وهذه الحاضنة انشطرت وانقسمت وتشظت وأصبح هذا الآن محل جدال ومسار للجدل وسط الشعب السوداني. كذلك هنالك تكالب نحو
من الأولى بقضية الشعب. كل يدعي أنه هو الشعب، كل يدعي أنه هو الثورة. الآن المعتصمون في القصر الجمهوري يدعون أنهم هم ممثلو للشعب وأنهم هم جزء من الثورة، كذلك الحاكمون والمتشبثون بالسلطة الآن يدعون أنهم أصحاب الشعب وأنهم وقود الثورة وأنهم حماتها، وهذا هو الفهم الخاطئ. يعني إذا كان كل يدعي أنه الثورة، إذا من يعالج هذه المشكلة؟ من يحتكم إلى من؟ هنا السؤال، هنا سؤال دكتور محمد، هل بات الحل سودانيا أم أنه لربما يعتمد على تدخل خارجي؟ لا بد من تدخل سواء كان داخلي أو خارجي. أنا قلت هناك ربما يظهر طلب ثالث في هذه المعادلة، لأن الآن كل قسم يتمترس في رؤيته، وكل قسم يعني يحاول أن يلتف حوله كثير من المكونات، يعني بعضهم مكونات عسكرية، بعضهم مكونات مدنية، تنظيمات سياسية أخرى هنا وهناك، وهذا كله ليس من مصلحة الدولة السودانية ولا من مصلحة الحاكمين، بل هذا كله يعود بالمصلحة إلى المجتمع الخارجي الذي يريد تقسيما للسودان ويريد الاستفادة من ثرواته وهكذا أشياء. نحن نطالب الحكماء في العالم والحكماء في الدولة السودانية أن يتدخلوا كطرف محايد في معالجة هذا الأمر وتحقيق مطالب الشعب. الآن غالب الشعب السوداني لا يرى خيرا في هذه الحكومة، لأنها لم تقدم شيئا في المجال الاقتصادي، في مجال الاستقرار، في مجال الأمن، في مجال الحريات، في مجال العدالة. حتى الآن يتكلمون عن شهداء حقهم لم يأتي، يتكلمون عن مفقودين حتى الآن ليس معروف أين مكانهم. إذا كيف تكون هناك حكومة رشيدة وهذا الذين أوقدوا الثورة وضحوا من أجلها حقوقهم لم تحقق، وأي مكانهم ليس معروف، وجرحى لم يعالجوا، ثورة رفعت شعار الحرية والسلام والعدالة كلها لم تتحقق، الشعب كان يريد حياة كريمة، معيشة طيبة، لم تتحقق. إذا كل هذه المكون الآن الانتقالي كله فشل وعجز في أداء مهامه، وجعل هذا الانقسام وهذا التناطح محتاج إلى أهل الحكمة والرأي سواء كان من داخل السودان أو من خارج السودان ليحكموا هذا الأمر. طيب دكتور محمد، في ظل ما يجري الآن، الأمور إلى أين في السودان حسب رؤيتك؟ هذا الأمر ربما يرسو إلى تدخل الجيش، وهذا أمر يعني لا يحمد عقباه، ربما لا يطلبه الشعب، ولكن الآن قانون القوات المسلحة يسمح في حالة أي فوضى أو في حالة انقسام داخل الشعب السوداني وفي حالة أي صراعات أهلية أن يتدخل الجيش ويحسم هذا الأمر، وبالتالي يحل كل هذه المكونات ويجمد الوثيقة الدستورية ويحل الحكومة الانتقالية ويبعد الأحزاب عن المشهد، وبالتالي يكون حكومة تكنوقراط أو حكومة قومية يذهب إلى انتخابات مبكرة. هذا الذي ربما يحدث، أو الخيار الجيد والممكن منتظر أن يعود الرشد لهؤلاء الناس وتجتمع الحاضنة السياسية كلها، اعتصام القيادة أو اعتصام القصر الجمهوري والذين خرجوا اليوم في 21 أكتوبر، يعني قسمي الحرية والتغيير يجتمع مرة أخرى ويجلسوا ويكونوا فكرة موحدة يعيدوا شمل هذا البلد ويحافظوا على فترة الانتقال. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد أحمد ضوينة.